مستمر فيه، والسنة صلى الله عليه وسلم الاجتهاد مستمر فيها، وكل فتاوى حسب كل زمان ومكان وحسب كل فهم. يعني مثلا لما قبل 100 عام يفتي أحد المشايخ الأجلاء بفتوى معينة، وهو لا يعرف مثلا الكرة الأرضية أنها مدورة أو لا، وهو لا يعرف قارات العالم، وهو لا يعرف التقنية وإلى آخره، ففتواه بناء على المعطيات والمعلومات اللي عنده وفهمه للقرآن والسنة. لكن هذه تتغير في وضعنا الحالي، ففي الأخير مرجعنا هو القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرت لك. واضح. سلف. بل إن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مؤسس علم أصول الفقه، حينما قيل له وأراد بعضهم أن يلزمه بفهوم الصحابة وبآرائهم وسياداتهم، قال: كيف أقول بقول من لو عاصرتهم لحاججتهم؟ والصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم الخلاف، ووقع بينهم التنوع الفكري، بل وصل الخلاف بينهم رضي الله عنهم ورحمهم إلى حد الاقتتال بينهم يا رجل. صحيح. صحيح. يعني تقاتلوا في الحوادث التاريخية التي حصلت والتي دونها التاريخ. هذا جزء من فهمهم. صحيح. وهو محكوم بعصرهم، بعضهم معذور وبعضهم يعني ينظر في رأيه وفي اجتهاده، والبعض الآخر يعني ممن مثلا يعني اعتراه ما يعتري البشر لأنهم غير معصومين. أنت حينما تلزم مرحلة معينة تضفي عليها نوعا من القداسة، أنت تظلم أصحاب هذه المرحلة. صحيح.